ومعانا ميس وفاء عرابي مدير رياض اطفال عربي. بدايه بنحب نرحب بحضرتك. ربنا يخليك يا ساره. شكرا. بما ان الحفل السنه دي مختلف عن اي حفل قبل كده عملته، عايزاكي تكلميني عن الكواليس اللي ازاي قعدته للحفل. احنا الحمد لله احنا كنا عاملين خطه كده للبرنامج هيبقى ازاي وتجهيزات المكان هتبقى عامله ازاي، ومبسوطه جدا لقيت كل التعاون من سواء من اداره المدرسه او من ممثلي اصحاب المدارس. احنا دخلنا دلوقتي جهزنا المكان والدنيا خلاص تمام، وهنقف بقى نستقبل الناس. يعني قدامنا كده ساعه ولا حاجه هيبدا الناس يحضروا. عاملين لجنه استقبال ان شاء الله، وربنا يسهل ان شاء الله الحفله تعجب الناس يعني ان شاء الله. حابه تقولي ايه النهارده للطلاب اللي هيتخرجوا من عندكم يخشوا مرحله جديده واولياء امور؟ ربنا يوفقهم جميعا، واحنا برضو مش هنسيبهم. احنا الحمد لله كل سنة الدفعة اللي بتتخرج بيفضلوا معنا برضو في خضير، طبعا ما حدش يستغنى عن خضير ابدا، وبيفضلوا برضو ذكرهم معنا، وكل يوم بينزلوا يسلموا علينا وكده، فاحنا مش بنفتقدهم قوي. بنفتقدهم معنا في الفصل يعني او في القاعة، لكن هم برضو لازالوا معنا في خضير ان شاء الله. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. كلمة أخيرة من حضرتك لمعلمات رياض الأطفال اللي قعدوا معك الحفل وشغالين مع حضرتك من بداية يعني من السنة. رياض الأطفال والله العظيم أنا مش عارفة أقول لهم إيه، منتهى التعاون ومنتهى الأمانة في أداء العمل وإخلاص. يعني بجد يعني أنا مش عارفة أقول لهم إيه، مهما قلت مش هوفيهم حقه. ما شاء الله الشغل الناجح وراه معلمين عندهم ضمير، وانا معايا فريق الحمد لله يعني بيراعي ربنا جدا جدا، بيحبوا الولاد قوي، بيحبوا النجاح، وهم اساس العمل في المدرسه. فربنا يوفقهم جميعا ويجازيهم خير على عملهم. يعني بنشكر حضرتك جدا وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه مساء. شكرا. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها، وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب. واللي بعيد عنك مصيره في يوم يقرب. معانا استاذ عصام سلام مدير عام اداره اويسنا، بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا فندم. حضرتك النهارده معانا بتشاركنا حفل رياض الاطفال، وهو حفل مختلف تماما عن اي عام. حضرتك توجه كلمه للقائمين على الحفل والمدارس الخضير. طبعا ببدا كلامي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بترحم على الحاج احمد زكي خضير صاحب هذا الصرح وهذا البناء المتميز، راجل معطاء. ألف رحمة وألف ربنا يغفر له ويرحمه إن شاء الله بإذن الله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجعل هذا الصرح في ميزان حسناته إن شاء الله. أما بشأن الحفل اللي تم النهاردة واللي شفناه امبارح بالأمس، العروض المتميزة والعروض الرائعة بهذا العام 2023، كان الحفل متنوع، أنشطة كانت عديدة، أنشطة متنوعة. وأنا بقول دايما إن الأنشطة هي اللي بتعطي للطالب الإدراك والفهم والتوعية. وطبعا احنا شفناه امبارح من عروض متميزة وفنية، وكان بصراحة حاجة جميلة امبارح، كان حاجة متميزة امبارح فعلا يعني. طيب في وجهة نظر حضرتك ده تأثيره على الطالب إيه؟ أنا دايما الأنشطة هي اللي بتدي إدراك للطالب وفهم وتوعية، وطبعا بتعمل الانتماء وازاي المشاركه مع الطلبه، ويبقى عنده وعي، والمدرسه مثلا بتشرح له الحركه نفسها، بتعلمه الادراك. الطالب تتفتح كل انواع الانشطه في داخل الطالب، بيبقى عنده حماس انه يروح المدرسه ويحب المدرسه، انه بيشارك مع زملاته من خلال المدرسه. فامبارح يعني شفت حاجه امبارح كانت فعلا جيده، كان حفل امبارح متميز، ان كان في تنظيم غير عادي، تنظيم من نظام الحفلات، من نظام العروض. حفل ايضا اليوم هيبقى في تنظيم برضه مختلف. تنظيم امبارح ما شاء الله حاجه جميله جدا، كان تنظيم رائع. كان حضرنا امبارح طبعا وكيل مديريه التربيه والتعليم الاستاذ طارق سعد، ومدير عام التعليم الخاص على مستوى المديريه، كان لفيف من التربيه والتعليم امبارح برضه. كل اشاد فعلا بان امبارح الموضوع كان متميز عن اي سنه. انا حضرت انشطه كتيره في المدارس، يعني شايف ان النشاط كان متنوع بشكل غير عادي، والتنظيم واللبس والحركه والاتقان
في رؤية جميلة. أخذ من كلام حضرتك إن أيضا دلوقتي بقى في بصمة للتعليم الخاص داخل العملية التعليمية. التعليم الخاص طبعا أنا دايما أقول التعليم الخاص مكمل طبعا كله للتعليم العام، ولكن التعليم الخاص بيتميز إن هو بيشيل عبء كبير جدا عن التربية والتعليم بصفة عامة. وطبعا التعليم الخاص إمكانياته المتاحة والطلبة المتميزة واللي بتقدمه السادة المدرسين امبارح كانوا متميزين بشكل غير عادي طبعا، والشغل المستمر في المدارس الخاصة غير طبعا المدارس العامة، ده بيطلع منتج اللي هو الطالب. عندنا المنتج طالب متميز، طالب عنده وعي، عنده قدرة على الفهم، على المشاركة المجتمعية، بيقدر يخرج لمجتمع يواكب المجتمع الخارجي ويواكب أي عمل متطور في الزمن بتاعنا الموجود يعني. تمام، بنشكر حضرتك. شكرا، شاكرين جدا، شكرا. ومعانا استاذ ماهر الليسي موجه رياضيات بإدارة أويسنا. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. حضرتك اول مره تشارك في حفلات رياض الاطفال؟ لا، هو الحقيقه انا مشارك. اولا انا بعتز بالمدرسه، مدرسه الخضور بالذات، لان انا يعني اولادي متخرجين منها. فانا ابني الدكتور صلاح ماهر طب القاهره مخلص من خضير، والدكتوره هاجر طب بنها مخلصه من مدرسه خضير. فالمدرسه ديت بالذات لها تاريخ معايا ومع اولادي يعني، فحافظها من ايام ما كانوا هم في المدرسه ما قبل الجامعه يعني. طبعا الحفل السنه دي مختلف عن اي حفل تم من قبل، كلمه من حضرتك بتوجهها للمدارس النهارده؟ والله انا يعني شهاده ان التنظيم والانشطه اللي موجودة في مدرسة خضير صراحة أنشطة متميزة بدون مجاملة يعني، وشاملة. وأفضل حاجة هنا في المدرسة هو موضوع التنظيم. ودايما أنا أقول التعليم، أنا كرجل بتاع تعليم، الاتجاه الحديث دلوقتي هو التعليم الرقمي. يعني إيه التعليم الرقمي؟ أنا النهاردة بزر على الكمبيوتر اقدر اجيب معلومه من الرياضيات، معلومه من العربي، معلومه انجليزي. لكن المدرسه الناجحه في هذا العصر هي المدرسه اللي بتعمل النشاط التعليمي وتراعي عقول الطلاب وتعمل لهم مباريات وتكثف من النشاط. فدي في اعتقادي هي العمليه التعليميه او اساس العمليه التعليميه، ودي تتميز بها مدرسه خضير. بنشكر حضرتك جدا كل عام وحضرتك. فندم شكرا يا فندم، شكرا. مستحيلة تقدر عليه اللي جاي في حياتك، انت عارفه رسمه لكل واحد في حلم مكتوب باسمه كل الحكاية وما فيها متعرفش. ومعانا دكتورة ايمان نعماني موجهة اول رياض اطفال. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك شايفة ان السنة دي الاحتفال مختلف طبعا بعد توقف دام لفترة كبيرة طبعا عشان فيروس كورونا، وكان الاول بيتم داخل المدارس. وحضرتك شفتي الحفل اللي حصل قبل كده بتاع امبارح او بالامس كان بالنسبة للاطفال لغات، حضرتك تحب توجهي كلمة ايه النهاردة للمسؤولين والعمل لتنظيم الحفل؟ هو في البداية طبعا احب اشكر كل مسؤول عن مدارس خضير، من اصغر حد لاكبر حد موجود فيها كقيادة. يعني نقول ما شاء الله عليهم كلهم، مليون مبروك. هما دايما من تطوير لتطوير لتطوير احسن واحسن. وشفنا حفل امبارح، والنهارده كمان ان شاء الله يكون حفل ممتاز ورائع، ونسعد زي ما سعدنا امبارح بوجودنا معاكم. في وجهة نظر حضرتك هل الحفلات دي ممكن تسيب مدى تأثيرها على الطالب؟ يعني هل بتسيب بيفتكرها طول عمره؟ هل بتبقى مهمة بالنسبة له ولا بتبقى عابرة، حاجة عابرة ممكن ما يفتكرهاش؟ لا لا لا، بالعكس، دي الحاجات دي بالذات زي ما بنقول كده بتحفر في ذاكرة الطفل قوي، لأنها يمكن بتعتبر أول مرحلة الطفل بينتقل بيها للمرحلة التعليمية الأساسية. فيعني بتبقى حاجة كده حاسس إن هو زي ما بنقول كده حاجة كبيرة زي وزي أي حد بيتخرج. حتى يعني نقول حتى لما بيشوف نفسه بعد كده في الجامعة، إيه ده، بيفتكر نفسه هو كان طفل وهو لابس الكاب والروب وحاجات كده. فبتبقى حاجات أكيد ممتعة جدا للطفل، وأكيد لولي الأمر كمان بتسيب أثر. بنشكر حضرتك جدا، كل سنة وحضرتك. شكرا جزيلا ليكم، كل عام وأنتم بخير. استاذ محمد
محمد الشحات وكيل المدارس. اهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا بيك، شرفتونا. طبعا النهارده يعني السنه دي الاحتفال مختلف عن اي سنه ثانيه، حضرتك تحب تقول ايه النهارده المنظمين ولقسم رياضه الاطفال على هذا الحفل؟ والله انا بحب اشكرهم جدا، وده شيء متوقع منهم لان هم دايما بيشتغلوا بحب بانتماء للمكان اللي هم بيشتغلوا فيه، فده شيء مش غريب عليهم، وبشكرهم جدا على الحفله الجميله دي وعلى المجهود الرائع اللي هم بذلوه مع الاولاد. وجه حضرتك امنيه للطلاب اللي هيتخرجوا النهارده هيخشوا مرحله مختلفه تماما ولاولياء امورهم. اولا للطلاب ربنا يوفقهم، طبعا هيخشوا مرحله جديده، بدعي لهم من كل قلبي ربنا يوفقهم ويفضلوا معانا كده على طول ما يسيبوناش. واولياء الامور بشكرهم جدا على حسن تعاملهم معانا، وكانوا متفاهمين جدا طول العام معانا، وكان اسلوبهم كويس، وكانوا بيتفاهموا الموقف في المدرسه، وكانوا بيعاونونا معانا جدا جدا، فبتوجه لهم بالشكر ده يعني. شكرا لحضرتك يا مستر. تحت امرك، كل سنه طيبين، كل سنه طيبين. ومعانا استاذ احمد العالم وكيل الانشطه بالمدرسه، بنحب نرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم. حضرتك طبعا عارف ان السنه دي مختلفه شويه في طريقه الاحتفال، بتحب توجه كلمه لرياض الاطفال والمقيمين على الحفل النهارده؟ والله حفل رياض الاطفال السنه دي زي ما بيقولوا كده حفل غير عادي، لانه دايما مميز. هو كنا في الاول بنعمله في المدرسه، فحبينا نخرج خارج نطاق سور المدرسه، وعملناه في القريه بعروض جديده بفكر جديد، بحيث ان احنا نتواكب مع الانشطه الجديده، بحيث ان يبقى في صوره جديده للنشاط، بحيث ان الاولاد تتفاعل وتفرح خارج المدرسه وداخل المدرسه. بما ان حضرتك وكيل الانشطه في المدرسه، حضرتك شايف اهميه هذا الحفل بالنسبه للطالب ايه؟ اولا النشاط يعني ما بيختلفش كتير عن الناحيه التعليميه، الناحيه التعليميه جزء والانشطه جزء. الناحيه التعليميه بتنمي الفكر، وناحيه الانشطه بتخلي الاولاد يبقى عندهم ادراك وعندهم وعي، لان هم الحركه دايما بيبقى فيها جهد، والجهد ده بينمي ايضا هو الفكر. فبالتالي الانشطه ديت عامل اساسي وجزء اساسي للاولاد. تعالي لو احنا قلنا مثلا هننحي الانشطه في جانبا، انه مش هيبقى فيه انشطه خالص، هيبقى العمليه التعليميه عمليه جامده. الولد مش هيبقى عنده حب انه يجي المدرسه، لكن لما بيلاقي فيه تفاعل مع الانشطه والانشطه موجوده، دي حاجه بتحببه ان هو يجي يبقى موجود في المدرسه. اخيرا حضرتك وجه امنيه للطلاب اللي هينتقلوا من مرحله رياض الاطفال لمرحله جديده ومختلفه والاولياء امورهم ايه؟ والله احنا بنتمنى لهم دايما التوفيق والنجاح، وان يبقى اللي جاي افضل، وان احنا نعرف نعمل معاهم في المرحله الابتدائيه حاجه تسعدهم زي رياض الاطفال، وده حاجه فعلا احنا حطيناها في الحسبان، اداره المدرسه حطاها، بحيث يبقى في نظام نشاط واسع المستوى للصفوف الاولى، لان هم فعلا بعد انتقالهم من رياض الاطفال والانشطه اللي كانوا فيها واتنقلوا للمرحله التعليميه، بتبقى الجهد عليهم اكتر، فلازم يشوفوا نشاط اكتر. تمام، بنشكر حضرتك جدا. العفو. ومعنا احد اولياء امور رياض اطفال عربي، بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. بدايه حابين حضرتك تقولي ايه النهارده لمعلمات رياض الاطفال وللمدارس النهارده على الحفل اللي بيقدموه لاطفالكم؟ والله انا حابه الاول اشكر بجد المعلمات بتوع يحيى، ما شاء الله طول السنه يعني الاداء فوق الممتاز، اهتمام فوق الممتاز للاطفال. والنهارده الحفله بجد التنظيم جميل جدا، وبجد احب اشكرهم واشكر مس وفاء، ما شاء الله بجد الحفل فوق الرائع. تفتكري حضرتك ايه اللي يميز مدارس خضير الخاصه عن اي مدرسه خاصه ثانيه؟ هو الصراحه اللي يهمني انا الاهتمام فوق الرائع بالدين والقيم، ده اكتر حاجه تهمني. كمان فكره ان هم بيراعوا ربنا في الاطفال ونفسيتهم، وبيعاملوا كل طفل على حسب نفسيته، دي حاجه بتسعدني جدا في مدرسه خضير. حضرتك ليكي اولاد تانية غير الموجود مع حضرتك دلوقتي في رياض اطفال؟ يحيى كي جي 1 داخل كي جي 2 ان شاء الله، يوسف في تانية ابتدائي. طيب تقييم حضرتك ايه المستوى التعليمي اللي بتقدمه المدارس؟ جميل جدا، والمستوى التعليمي ده برضو حاجه جدا بتميزها، ان المستوى التعليمي عالي، وبيهتموا ان احنا نخلص المناهج قبل نهايه السنه بفتره كويسه، ويبداوا يراجعوا الاطفال. لا بجد مستوى التعليم رائع.
بصفة حضرتك ولي أمر لطالب في رياض الأطفال النهاردة وإحنا في حفل ختام رياض الأطفال، هل لك أي مقترحات يتم إضافتها عندنا في القسم الخاص برياض الأطفال أو على المناهج بتاعتهم؟ لا حقيقي هي مناهج جميلة، يعني لدرجة انهم بيجيبوا حاجات مراجعة للأطفال يشتغل منها كمان، يعني مش مجرد كتب المدرسة او كده، فما شاء الله لا حاجة جميلة جدا. تمام، بنشكر حضرتك جدا. العفو، شكرا جزيلا. معنا بميس هناء وميس زهرة، هما زملائنا الحقيقة ولكن برضو اولياء امور لطلابنا في رياض الأطفال. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. تحب تقولي ايه يا ميس هناء النهاردة لمعلمات رياض الأطفال وللمدارس النهاردة؟ انا بصراحة احب اشكرهم على مجهودهم من طول السنة، بصراحة يعني ما شاء الله مجهود كبير قوي، وبجد من توفيق لتوفيق من نجاح نجاح ان شاء الله بإذن الله. عايز اسألك يا ميس زهرة، ايه اللي يميز مدارس خضير عن اي مدرسة تانية؟ بصراحة اكتر حاجة هنا بتميز المدرسة ان هي ان هم كلهم بيشتغلوا بجد واخلاص بصراحة، والولاد بتحب الشغل ده بصراحة، يعني فباين على باين مع الولاد وشغلهم. تمام، بشكركم جدا. الايام اللي في حياتنا بنعيشها مره، اوعى تستسلم في ثانيه للحظه مره، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشره. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها وبتقدر توصل. معانا احد اولياء امور، رحب بيكي. اهلا بحضرتك. تحبي تقولي ايه النهارده لقسم رياض الاطفال ومعلمات رياض الاطفال على الحفل النهارده؟ بجد عايزه اقول شكرا جدا، هم ما شاء الله ما شاء الله يعني منظمين الحفل تنظيم رائع، وطول السنه بصراحه ما شاء الله ما شاء الله يعني مجهود خرافي، بيخلوا الاطفال يجروا كده عليهم ويحضنوهم اول ما يشوفوهم. عايزه اعرف منك ايه اللي يميز مدارس خضير عن اي مدرسه خاصه ثانيه؟ اول حاجه المستوى التعليمي، الاهتمام والتنظيم والنظافة، بصراحة كل الحاجات، لا كل المميزات جميلة، مش عشان والله أنا بشتغل فيها، بس فعلا أي حد بيسأل عليها بيقولوا عليه دايما كده، المستوى التعليمي الاستاف كله ممتاز وهايل، الاهتمام والتنظيم والاحترام والتعامل الجميل. تقييمك إيه للمستوى التعليمي اللي بيتقدم، خصوصا إن أكيد ليكي أطفال تانية في المدرسة في مستويات تانية؟ عندي مكة كي جي 1 ومالك تانية ابتدائي. لا المستوى التعليمي ممتاز جدا ما شاء الله عليهم، يعني انا هو دوت اصلا اللي خلاني ان انا اجيبهم معايا في المدرسه، ان المستوى التعليمي بتاعها هايل، واكيد يعني احنا مش اكيد احنا من الصف فعارفين احنا بنتعب قد ايه، وهم بصراحه بيتعبوا جدا جدا. بنشكر حضرتك جدا، كل سنه وانت طيب. مع احد اولياء الامور الرياضي، اهلا بحضرتك. تحبي تقولي ايه النهارده لمعلمات رياض الاطفال والمدارس خضير النهارده على الحفل اللي هيقدمه للطلاب؟ مبسوطين جدا اللي احنا موجودين وسطهم، بجد هما طول السنه بيبقوا تعبانين مع اولادنا واي استفسار بيبقوا موجودين دايما معانا. ايه اللي بيميز مدارس خضير عن اي مدرسه ثانيه؟ الاهتمام باي شكوى المامز بيقدموها، والاهتمام بالطفل نفسه وبالتعليم وكل الانشطه مش اتجاه واحد فقط. تقييمك ايه المستوى التعليمي اللي بتقدمه المدارس؟ لا بسم الله ما شاء الله كويسين جدا، انا اولادي ما كنتش بوديهم حضانات قبل المدرسه، ويعتبروا في المدرسه يتعلموا من اول مسكه القلم، ومستواهم بسم الله ما شاء الله، ومس بسمه ومس لبنى يعني حضرتك تقدري تسأليهم على مستواهم كويس جدا. طيب هل عندك اي مقترحات يمكن اضافتها عندنا في مناهج رياض الاطفال، انشطه، حاجات جديده؟ لا ما عنديش صراحه. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. معنا احد اولياء الامور، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. تحبي تقولي ايه النهارده المدارس ورياض الاطفال والمعلمات على الحفل اللي هيقدموه النهارده لاولادنا؟ عايزه اقول لهم في الاول كل سنه وانتم طيبين، الحفله جميله جدا ومتجهزه تجهيز حلو والاجواء كلها جميله الصراحه. تقييمك ايه المستوى التعليمي اللي بتقدمه المدارس؟ جميل والله، واحنا ما نبقاش محتاجين كمان دروس جنب المدرسه لان مستواها كويس جدا في التعليم والولاد بيستفادوا منها كتير يعني. طيب لو هنقول عندك اي مقترحات ممكن تضيفيها، انشطه، طبيعه، اي حاجه مثلا في الدفعه؟ هم مش مستقبل لنا اي اقتراحات خالص نعملها، لان هم ما شاء الله قايمين على شغلهم باجمل وجه الصراحه. تمام، بنشكر حضرتك. تسلم. وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل، لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظه او منها تهرب، واللي بعيد عنك مسيره في يوم يقرب.
شخصية مربوطة. هذه الشخصية دائما لا تجدها بين رياض الأطفال تبني ولا تهدم، وتجدها دائما أخت لهم جميعا أنا وهي الأستاذة وفاء عرابي. حواجز دلوقتي شيلها خليه أحلى